السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم محب قناة المبلية البورسعيدية. دلع كرشك دلعي نفسك. صباح سعيد، يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم. يلا كده نفطر مع بعض أحلى بقسماط من إيد أم بلال. بقسماط سادة، بقسماط بالسمسم، كوباية شاي، شاي بلبن، حتة جبنة قديمة، حسب ما أنت هتحبي. عملناها النهاردة بطريقة سهلة، مش تاخد مننا وقت، مش تاخد مننا فلوس كتير، مقادير كتيرة. عملت السادة، عملت بسمسم، اتفضل حبة، عملتهم كده مدورين حلوين. هنخش على الطريقة. عايزة بس اوريكم حاجة. بسم الله، سامعين شايفين بقسماط ام بلال؟ لا استنوا، شايفين بقى بقسماط ام بلال؟ هنخش على الطريقة. وفضلا وليس أمر، لو عجبتكم نعمل إعجاب للقناة ونشارك فيها. ويلا بينا نخش على الطريقة مع أم بلال البورسعيدية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهاردة البقسماط. لو تفتكروا قبل كده قلنا البتون سريع لما عملناه اللي بيتحط عليه زبدة، والزبدة بتبقى أكتر، ونسبة زيت هي بتتعمل بزبدة بس. أما البقسماط بتاعتنا بتتعمل بزيت بس، ما بيخش لهاش لا زبدة ولا سمنة. لنجاح البقسماط بتتعمل بزيت بس. النهارده انا هعمل الكميه على كيلو، اللي عايز يحط نص الكميه على نص كيلو هيقسم المقادير بتاعتي، عايز يضاعف يضاعف المقادير بتاعتي. نقول بسم الله توكلت عليك يا رب. هبتدي هجيب كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، يعني مش هقول لك تجيبي دقيق معين، شوفي الدقيق اللي انت بترتاحي له وهتجيبيه. بسم الله. تمام، ادي كيلو دقيق. كيلو الدقيق هحط عليه معلقه سكر، لو نص كيلو دقيق هحط عليه معلقه سكر صغيره، فبالتالي انا دلوقتي هحط معلقه سكر كبيره عشان انا حاطه كيلو دقيق. هحط على كيلو الدقيق بتاعي معلقه ملح صغيره، بالتالي لو نص كيلو دقيق يبقى هحط عليه نص معلقه ملح صغيره. هحط على كيلو الدقيق بتاعي معلقه ونص خميره كبيره، لو حطيت النص كيلو هحط عليه 10 جرام، يعني معلقه او 3 ارباع معلقه من الكبيره، بس معلقه تبقى خفيفه يعني، بالتالي 3 ارباع. اما هنا هحط معلقه ونص. نص كيلو الدقيق بحط عليه نص كوبايه زيت، يبقى اذا الكيلو الدقيق عندي هحط عليه كوبايه زيت كامله، ويا ريت يكون زيت نظيف. تمام، هبتدي بقى استخدم كوبايتين ميه دافيه، كوبايتين ميه دافيه، ومش هنزلهم مره واحده، انا هنزلهم واحده واحده. النص كيلو هياخد كوبايه، وممكن ياخد اقل من الكوبايه طبعا حسب نوعيه الدقيق. فانا دلوقتي هبتدي هنزل بالعجان بتاعي. عايزه تعمليها بايدك تعجنيها ماشي، وهبتدي اشوف انا هاخد كميه ميه قد ايه. يلا بينا. بسم الله، يلا بينا نخش مرحله العجن كده واحده واحده. بسم الله، واحدة واحدة، مش هسرع دلوقتي، وهبتدي انزل في المية بتاعتي تدريجيا. هشوف المية اهو، نزلت بأول كوباية، وهستنى شوية، هفضل كده بالتدريج لحد ما اوصل للنتيجة المطلوبة. بس كده خلاص، انا سيبته عجن لمدة 10 دقايق. هبتدي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، عايزه بس اوريكم العجينه. شايفين العجينه مش بتلزق لان طبعا مليانه زيت، بس عايزه اوريكي جمالها. شايفه بتمط ازاي معايا؟ شايفه جمال العجينه؟ هبعد بس الكاميرا عشان تعرفوا تشوفوها. العجينه بقى اوريها لكم، ما شاء الله. شايفين العجينه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين طريه وجميله ازاي؟ ملبن. فعلا اخدت مني كوبايتين ميه، بردك بتبقى على حسب الدقيق بتاعك.
امشي المقادير اللي انا عملتها مظبوط. انا ما بعملكيش بكوبايه معياريه ولا اي حاجه، انا بعملك المقادير، بقولك الكوبايه اللي بتعايري بيها هي نفس الكوبايه اللي بنعاير بيها، وهيطلع معاكي المقدار مظبوط. استخدمت كيلو دقيق، حطيت عليه كوبايه زيت، حطيت عليه كوبايه ميه دافيين، حطيت عليه معلقه ونص خميره، حطيت معلقه سكر كبيره ومعلقه ملح صغيره، بس ده اللي انا استخدمته. هسيبها بقى تخمر، لو انت في الشتاء هتسيبيها ساعه، لو انت في الصيف هتسيبها نص ساعه وبس كده. نغطيها بقى ونسيبها في مكان دافي، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. شوفوا ما بتلزقش ازاي، شوفوا الجمال، شوفوا لما بعمل ايديا. هو ده بقى نجاح العجينه. هغطيها بقى بالاكياس اللي كنا قبل كده قلت لكم عليها، تمام، وهغطيها كمان بفوطه، وهسيبها بقى كده ايه تخمر. بسم الله، وهسيبها بقى تخمر وارجع لكم بعد ما تخمر، تابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي العجينة بتاعتنا اهي. بس في الكام السلفانة بسم الله ما شاء الله. هبتدي بقى اخدها، عايزة بقى اوريكم انا هاخدها هعملها ازاي. هجيب صينية، هحاول افردها كده في الصينية بتاعتي، هقول لكم ليه دلوقتي عشان اعرف اقطعها وتبقى سهلة معايا. الطريقة دي هتبقى سهلة معاك وفي نفس الوقت تبقي مغطياها وعارفة تشتغلي بيها، تمام. طبعا عايزة تعمليها بالسمسم، عايزة تعمليها من غير السمسم براحتك. بسم الله، نبتدي بقى نجيب القطعة بتاعتنا. هقطعها كده بالطول عشان كل قطعة اخدها اقدر اشتغل فيها زي ما انا عايزة. لو انا ما عملتش كده العددينة هتهدر منك، فلازم تحاولي تعملها كده. هقطعها اشكال طولية عشان ابتدي اشتغل فيها طبعا، وهغطيها عشان اخد منها واحدة واحدة. دي طلعت عريضة معايا شوية، صغرها اهي. بعد كده الخطوة دي مهمة، يا ريت ما نستغناش عن الخطوة دي. اي صينية عندك مش عايزاها ونعمل الحركة دي، تمام. ابتدي بقى هغطي العجينة بتاعتي وهبتدي اخد منها. شايفين بيطلع معايا الاشكال ازاي؟ شايفين هغطيها وابتدي اخد منها عشان العجينة ما تنشفش مني. يلا هبتدي بقى. بصوا كعب ايدي زي ما انا بعمل كده، بتهيألي سهلة خالص. تاني اهو كعب ايدي، تمام. بعد كده بقى هعمل ايه؟ اقوم اجيب الطرف ده كده كأننا بنعمل العش الفينو، واضغطه كده، واجيب الطرف التاني عليه وبرضك اضغطه. تالي سليم سليم اهو، كويس. خلاص هبتدي بقى هتطلع معايا الطول بتاعها طويلة، ولسه هحطها في الصينية واسيبها تخمر. طيب انا عايزة اعملها بالسمسم، ايه يا مبلل اعملها بالسمسم ازاي؟ ما تستهونيش اللي هي رفيعة تقولي ده هي رفيعة كده، لا انا لسه هقسمها بقى ايه نصين عشان انا ما بحبهاش طويلة قوي. اوريكم اهو، بس اطلعها لكم كده قدام الكاميرا. بسم الله، عسل قوي كده.
شايفين انا بعملها كلها بالطول ده اهي اهي. خلاص هعمل ايه بقى؟ خطوة السمسم دي مهمة. بجيب حبة سمسم ببلهم حبة مية وببتدي اعملها فيها، هوريك ازاي. هبتدي بقى احط حبة سمسم، انا بس عايزة اوريكو ادي السمسم، وهحط عليه معلقة مية كده هوت، هقلبه كده هوت في بعضه. لازم السمسم يبقى في تندية مبلول كده اهو عشان اقدر اعمل البقسماط بتاعتي فيه. ابتدي بقى اجيب البقسماط بتاعتي بس كده، التانية بس كده، اخلص كله بقى واحطه في الصينيه. تمام، هجيب واحده تانية اعجنها قدامكم واوريها لكم. جبت واحده تانية هعملها قدامكم، قلنا ده اللي اشتغل بيه، شايفين اهو مش ببطط قوي، هي كف الايد مش هيخليه يتبطط قوي. والله طريقته سهله وجميل، ولما هتعمليه في البيت هتلاقيه رائع. هجيب الجزئيه دي، شايفين اهو، تمام، بردك اضغطها بايدي اهو اهو. هجيب الجزئيه الثانيه بردك اهي، خلاص بردك، خلاص الويها بقى، بتهيألي مفيش اسهل من كده اهو. ايه رايكم؟ وطبعا لما بنيجي نحطها في الصينيه بنحط الحته اللي من تحت. انا طبعا مش عايزاها بالطول ده، بقوم اقسمها كده خلاص، طبعا لسه هتخمر معايا في الصينيه، ولما احطها في الصينيه اغطيها لحد ما اخلصها. نجيب طبق السمسم بتاعنا زي ما اتفقنا اهو، اهو خلاص، وهعمل التاني. طبعا انا مش هعمل كله بصراحة بالسمسم، لان في عندي ما بيحبوش بالسمسم، هعمل نص سادة ونص بالسمسم. تمام، اخلص كله وارجع لكم، تابعوني اهوت. رصيته في الصينية، طبعا عقبال ما انا عملت دول سبته في الصينية كده عشان يتخمر. هبتدي بقى ادخله الفرن على درجة حرارة 150، يعني على فرن هادي، واكون مسخنه الفرن، وهسيبه هياخد نص ساعة تقريبا او 35 دقيقة. تابعوني لحظة بلحظة. وكده بعد ما طلع من الفرن، بس طبعا مش هقدر امسكه دلوقتي لحد ما يبقى يبرد، وابقى اوريكي هو ناشف وجميل وعامل ازاي. وبكده يبقى خلص البقسماط بتاعتي بالطريقة بتاعت ام بلال، شايفين الجمال اهو. كده انتهت وصفتي، ارجو لو عجبتكم الوصفة نعمل اعجاب للقناة ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا. ام بلال البورسعيدية، دلع كرشك دلعي نفسك.